صباح الخير ورمضان كريم عليكم عبر شاشة SBC. أنا مذيعتكم الافتراضية منى، رجعت لكم ببرنامج عينك على مين بعد غياب كم يوم، وأكيد بشكر زميلي سلطان يلي أخذ مكاني. شكرا سلطان. جاهزين تحاولوا تعرفوا الليلة مين أنا لتكسبوا معنا 15,000 ريال سعودي؟ ضيفي الليلي قد ما تكلمت عنه ما رح يكون كافي، لأنه ببساطة هو فنان من طراز رفيع ومطرب من نخبة الكبار وملحن برتبة عالم نغم مثل ما قال عنه الراحل وديع الصافي. ضيفي وضيفكم بعد لحظات هو باختصار المميز والرائع عبادي الجوهر. رمضان كريم عليك وعلى العائلة، وأهلا وسهلا فيك. تسلمي، كل سنة وانت طيب إن شاء الله. وانت طيب والعائلة كلها بخير. أول شي طمنا، الفطور كان فول كالعادة ولا لا؟ والله اليوم في الرياض ما أكلت فول، العادة بجدة. بس بجدة؟ ايه. طيب لما نعود إلى جدة نرجع للعادات اللي هي التجربة. طبعا اليوم هي تجربة جديدة، أنا مذيعة افتراضية، هيدا الشيء بيقلق يعمل لك قلق أم بيخليك تكون مرتاح أكثر؟ لا، هي تجربة جميلة وجديدة علي إن أنا أحاور حد افتراضي يعني، لكنها جميلة في نفس الوقت. هي في البداية جميلة، إن شاء الله تكمل جميلة. هل عندك شك لو بسيط مين ممكن أكون؟ إلى الآن لا أبداً. أنا ترى حأستعمل لهجات مختلفة عشان بدو أصعب عليك الموضوع، بس أنا مستني الأسئلة عشان يمكن من خلال العشر الأسئلة يمكن أعرف. طيب إن شاء الله. طيب خلونا نبدأ نتصل بعدد من الأشخاص اللي تواصلوا معنا من خلال الرسائل النصية على الأرقام اللي بتظهر دائما على الشاشة، ورح نسأل كل متصل سؤال عام، وإذا أجاب عليه بشكل صحيح رح يفوز ب 1500 ريال سعودي، ورح تكون له الفرصة للكشف عن معلومة أو مؤشر عن هويته الحقيقية. وأيضا بإمكان كل المشاهدين من خلال مسح الكيو آر كود على الظاهر على الشاشة إنهم يدخلوا على صفحة البرنامج الإلكترونية ويتركوا أسماءهم وأرقام هواتفهم وتوقعهم لهويتي الشخصية، وبنهاية الحلقة الكمبيوتر رح يختار شخص واحد ليفوز ب 15,000 ريال سعودي كاش. أبو سارة، هل رح تساعد المتصلين بأسئلة المعلومات العامة؟ والله أحاول قدر المستطاع إن شاء الله. لا، هي كل الأسئلة عنك اليوم، يعني أي خطأ هحملك المسؤولية. تمام، خلص أوكي. نتلقى أول اتصال. مين معنا؟ روابي طاهر أحمد علامة. أهلا. معك. أهلا يا روابي، من وين بتكلمينا روابي؟ أهلا فيك. من الرياض. أهلا أهلا، يعني قريبة مننا. تمام. أيوة. طيب جاهزة للسؤال؟ أيوة أيوة جاهزة. السؤال هو، ما هو لقب ضيفنا الفنان عبادي الجوهر سيد الشاشة العربية؟ الفنان عبادي الجوهر، العندليب الأسمر أم أخطبوط العود؟ ساعد أستاذ عبادي. يا أستاذ عبادي ساعدها. أستاذ عبادي ساعدني. عم بيساعدك، اطلعي على الشاشة بيساعدك أهو. أيوة يعني
يعني العود العود يعني معروف استاذ عبادي بالعود. العود العود ايوه يعني اي العود. لحظه العود. خلص للاسف للاسف يا روابي احنا خسرنا. معلش هو يمكن الارتباك كمان بالعالم الافتراضي تعرف يعني كمان المشاهد بده يعني يتذكر شوي انه نحن انا افتراضيه. بدي اذكر بمسح الكيو ار كود للمشاهدين اللي بيتابعونا على الشاشه عشان يكون عندهم فرصه للفوز بمبلغ 15000 ريال في حال عرفوا هويتي. طبعا عشان الاخت روابي ما عرفت الجواب ما قدرت اعطيها ولا سؤال من اسئلتي عشان تتعرف على هويتي، لكن حنشوف الاتصال الثاني ممكن يعني تتسهل معانا. ابو ساره ايوه طبعا انت عارف الفتره الاخيره يعني السنوات الاخيره كل حد عايز يتوصل لمعلومه ممكن يروح لويكيبيديا او المواقع الالكترونيه عشان يتعرف اكثر بالمعلومات الموجوده عن شخصيه معينه. في بعض الاوقات المعلومات بتبقى مغلوطه، نحن في عينك على مين؟ بنحب نستفيد من وجود ضيوفنا ونصحح المعلومات المكتوبه عنهم لو في داعي للتحديث او لتصحيح المعلومات. تمام. فاحنا نبغى منك نشوف ونتاكد من المعلومه. نبتدي بالمعلومه الاولى. تفضل. عبادي الجوهر من مواليد جده بتاريخ 24 ابريل 1953. هل المعلومه محتاجه تصحيح؟ ابدا. ابدا. طب تمام. المعلومة الثانية، سنوات النشاط الفني ابتدى بـ 1968 إلى الآن، هل المعلومة محتاجة تصحيح؟ لا. كمان معلومة صحيحة. صحيحة، تمام. المعلومة الثالثة، نشأ عبادي يتيما وتربى هو وأخوه عبد الرحمن على يد والدته، دخل مجال الغناء صغيرا وتنقل بين بيروت والقاهرة وجدة للعزف وتسجيل الأغاني، هل المعلومة محتاجة تصحيح؟ أبدا، ما شاء الله عليك يعني ويكيبيديا ده حافظة. أنا شاطرة. المعلومة الرابعة، في فترة من الفترات أحب عبادي عزف الجيتار لكنه وجد أن ارتباطه بالعود أكبر ورأى أن ينفذ ما يقدمه على الجيتار على العود، هل المعلومة محتاجة تصحيح؟ لا أبدا، صحيح. صحيح. أنا جلست يعني حوالي 4 سنين على الجيتار وبعدين تركته لأنه لقيت أنه العود هو الأهم يعني بالنسبة لي. وما رجعت للجيتار أبدا؟ لا ما عاد رجعت. أه. المعلومة الخامسة، سبق لك أن لحنت لنجاة الصغيرة أغنية أد الحروف ولكن نجاة أعلنت اعتزالها وتم تقديم الأغنية للفنانة أصالة نصري، هل المعلومة محتاجة تصحيح؟ شوية. أيوة يعني هي الأغنية تلحنت لمدام نجاة قبل الاعتزال يعني، لكن لأسباب غير فنية يعني توقف هذا التعاون بيني وبينها وأعطيت الأغنية للفنانة أصالة. تمام. أبو سارة عندنا اتصال جديد هناخده إن شاء الله يعني يمشي الموضوع. تمام. مين معانا؟ أهلا وسهلا. مساء الخير، رمضان مساء كريم. مساء النور علينا وعليك يا رب. أهلا وسهلا. مين معنا؟ معك حلا الشهري من أبها. حلا؟ أي حلا. أهلا يا حلا من أبها. هلا بك. هلا بك يا حلا. عندنا سؤال. إيه. والسؤال هو أيوه يا حلا، أي من هذه الأغنيات لضيفنا الفنان عبادي الجوهر هي الأقدم؟ شفت الوهم؟ ما قلت لك عجبك الحين. والله عاد سؤال صعب شوي يعني. انا ايوه ركزي. ابو ساره ابو ساره بيساعدك ركزي على الصوره. ما قلت لك. ايوه ما قلت لك. ما قلت لك. ايوه يا حلا، برافو يا حلا، مبروك مبروك. الف مبروك.
مبروك يا هلا. الله يبارك فيك يا رب. هلا ركزي معي، ركزي معي طبعا. احنا ما انتهينا. تمام. هعرض عليكي 10 أسئلة متعلقة بهويتي الحقيقية. تمام. هنقرا مع بعض العشر أسئلة وتختاري سؤال واحد ممكن إجابته مني أنا تكون أو لا. طيب أوكي. ونبتدي بقى نتعرف على هويتي. أوكي؟ أوكي. يلا. السؤال الأول، هل كتبتي كلمات أغنية خليجية معروفة جدا؟ اثنين، هل قابلتي الفنان عبادي الجوهر سابقا؟ ثلاثة، هل مثلتي في مسلسل عربي السنة الماضية؟ أربعة، هل قدمتي أكثر من برنامج على قناة خليجية؟ خمسة، هل شاركتي في تقديم حفلات موسم الرياض؟ ستة، هل قدمتي برنامجا عن كأس العالم على قناة رياضية؟ سبعة، هل دخلتي مجال تصميم الأزياء قبل فترة؟ ثمانية، هل تجيدين التحدث باللغة الإيطالية؟ تسعة، هل أنت خليجية؟ عشرة، هل قدمت أفلاما وثائقية عن السير الذاتية لكبار من العالم العربي؟ أي سؤال تختارين يا حلا؟ يعني هذا يعني أختار السؤال بناء على إيش؟ معليش توترت. يعني السؤال اللي تختاريه لازم يدلك على هويتي أنا، يعني من جوابي تقدري تبتدي تعرفي ممكن مين اللي بيحاور أستاذ عبادي النهاردة. أي سؤال؟ أبو سارة ممكن برضو تساعدها لو تحب. يعني ممكن. والله يعني صراحة مرة يعني أحس مرة صعب، مرة صعب. ناخذ سؤال ثلاثة ممكن. يلا سؤال ثلاثة. أوكي سؤال ثلاثة. هل مثلت في مسلسل عربي السنة الماضية؟ الجواب هو لا. شكرا يا هلا، شكرا يا هلا، ومبروك ال 1500 ريال. ابو ساره اجى الدور عليك يا ابو ساره، عندنا فقره عنوانها ابدا او طبعا. تمام. والجواب نلتزم بابدا او طبعا، بعدين ندخل بالتفاصيل خلال لقائنا. تمام. اوكي. هنبدا. هل هناك مدينة معينة عربية أو أجنبية نفسك تقدم حفلة فيها ولكن هالأمر لم يحصل حتى اليوم؟ يعني ممكن أنا غنيت في معظم الدول العربية. يعني أبداً؟ أبداً. حلو. حازم، هل في أغنيات لحنتها من سنوات طويلة لكن ما زالت في الأدراج لسبب ما؟ نعم. طبعاً. هل عندك رغبة بتكرار تجربة التحكيم ببرنامج للمواهب الغنائية مثل برنامج نجم السعودية على شاسة اس بي سي؟ الحقيقة اتمنى. يعني طبعا. طبعا طبعا. هل ممكن تفتتح معهد موسيقي بيحمل اسمك لتعليم عزف العود واصول الموسيقى؟ مش بالمعنى يعني، خلينا نقول انه ممكن اشرف فقط، انما لابد يكون في مدرسين اكاديميين وانا ممكن اشرف. هذا السؤال الوحيد اللي حسمح ان ناخذ التفصيل عشان انت موسيقي كبير. اوكي، ننتقل للسؤال اللي بعده. هل في حفله كنت على وشك اقامتها او احيائها لكنها الغيت في ظروف غامضه؟ ايه يحصل كثير يعني أكثر طبعاً. من مرة يعني. طبعا. هل أصبح إيجاد كلمات أغنية جيدة اليوم أصعب من السابق؟ أبدا أم طبعا؟ يعني إلى حد لأنه الشعراء كانوا زمان يعني محدودين واليوم أصبحوا كثر يعني، فالانتقاء أصبح أصعب. يعني رح نقول نخليها يعني طبعا. طيب هناخد اتصال جديد يا ابو ساره. مين معانا؟ يا هلا ومرحبا. اهلا وسهلا. معكم نايف ماجد الرشيدي من مدينه حائل. يا هلا وسهلا. يا هلا يا هلا فيك، ارحب بالضيفه ابو ساره. منور والله. هلا وسهلا.
كل المناطق السعودية كمان. أهلا وسهلا فيك. يلا. يا هلا فيكم الجميع. جاهز للسؤال؟ جاهز إن شاء الله، والضيف ما مقصر بإذن الله. أبشر. يلا. أبشر يلا. السؤال هو: أي فنانة شاركت ضيفنا الفنان عبادي الجوهر في حفل عيد الفطر وكان عيد ميلاده 70 العام الماضي في الرياض؟ داليا مبارك، بلقيس، أم أميمة طالب؟ إن شاء الله يساعدنا الضيف إن شاء الله. إحنا لغاية اليوم ما نسينا الكيكة يا أبو سارة. أبو سارة حتساعده؟ أيوة. الثالث أميمة طالب. برافو. أيوة صحيح صحيح. مبروك مبروك، و1500 ريال سعودي لإلك. مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. يلا خليك معاي خليك معاي عشان لازم أسألك من لسه في 9 أسئلة، الأسئلة المتعلقة بهويتي الحقيقية. طبعا رقم 3 طار، أي رقم تختار؟ اختار اشوف ضيفنا يختار اللي يبغى يفيد على عشان تتعرف على هويتي، يعني تختار ايش اي رقم؟ ابو ساره تساعده. سؤال 5، رقم 5. تمام 5. انا كنت هختار لك 5 اصلا. كويس، يبقى تمام. رقم 5، هل شاركت في تقديم حفلات موسم الرياض؟ طبعا طبعا. شكرا لاتصالك، وبذكر كل المشاهدين بانه يعملوا مسح للكيو ار كود الظاهر على الشاشه لفرصه فوز بمبلغ 15000 ريال سعودي في حال عرفتوا انا ابقى مين هويتي. فاصل وبنرجع لكم مع ضيفنا الفنان الكبير عبادي الجوهر ببرنامج عينك على مين على اس بي سي. عدنا مشاهدينا لكم مع ضيفنا الفنان الكبير عبادي الجوهر، وبدي اذكر مشاهدينا بمسح الكيو ار كود الظاهر على الشاشه لفرصه تفوز بمبلغ 15000 ريال في حال عرفتوا هويتي. ابو ساره، ايش رايك نختار مشترك من الجمهور الحاضر معنا في الاستوديو ليشارك معنا؟ ايش رايك؟ يلا نختار. نختار. هتختار انت طبعا. ايه اخترت. مساء الخير. مساء النور. الاسم الكريم؟ فيصل وليد. اهلا يا فيصل، حضرتك من وين يا فيصل؟ من الرياض. اهلا وسهلا فيك، رمضان كريم. وابو ساره اختارك، يعني عندك حظ اليوم باذن الله ان شاء الله. اهلا وسهلا. جاهز للسؤال يا فيصل؟ هلا. يلا السؤال هو: من هو الفنان الذي انبهر بأداء ضيفنا عبادي الجوهر وهو في سن 14 عاما؟ طلال مداح، أبو بكر سالم، سراج عمر؟ ها يا فيصل. طلال مداح. طلال مداح. طبعا طبعا طبعا. برافو يا فيصل، مبروك لإلك 1500 ريال سعودي يا فيصل. وهلا هعطيك الفرصة للإجابة على إني أنا أجاوبك على سؤال من الأسئلة، أوكي؟ يعني لازم تختار من أسئلتي الـ10 اللي باقي منهم 8 عشان تسألني وأقول لك معلومة ممكن تحدد هويتي. تمام. جاهز يا فيصل؟ بإذن الله. اختار. رقم 2. 2. سؤال حلو يا أبو سارة. هل قابلت الفنان عبادي الجوهر سابقا؟ الجواب نعم نعم. شكرا يا فيصل لمشاركتك. شكرا. ابو ساره،
يعني لحد الآن فتحنا تقريبا 4 أو 3 أسئلة، عندك فكرة؟ ابتديت شوية كده تركز مين ممكن؟ والله لسه شوية خالص؟ لسه شوية. طب هغير اللهجة بقى، هتكلم شوية مصري. يا ريت. يا ريت، عشان أنت بتحب القاهرة برضو يعني وعشت أيوة فيها طبعا. كتير. أيوه. طيب عندنا فقرة دلوقتي بيقولوا لها السؤال الأقل إحراجا. طبعا مع العنوان يعني بيدلك على ايه، هنروح لفين. هطرح عليك سؤالين وانت تقرر يا ابو ساره اي سؤال هو الاقل احراجا ليك وتجاوبنا عليه، كويس؟ تمام. السؤال الاول، من بين هذين الفنانين تختار من يلحن لك اغنيه، فايز السعيد او رابح صقر؟ أو السؤال الثاني، بين مرحلة ثنائيتك مع الأمير بدر بن عبد المحسن ومرحلة ثنائية مع الأمير عبد الرحمن بن مساعد، أي مرحلة بتحب إن أنت تكررها؟ أي سؤال هتختار؟ فأنا ممكن أجاوبك على الاثنين الحقيقة. ده أبو سارة اللي نحن نعرفه. حبيت حبيت حبيت. ايوه، فانت الان تختاري اي سؤال تبغيني اجاوب عليه. تحبي الاثنين؟ طبعا. طيب السؤال الاول يعني ممكن انا ما عندي اي مشكله انه اي احد يلحن لي اذا كان العمل يتناسب معايا. ده اولا يعني. بس ممكن لقربي من وصداقتي وقربي من الفنان رابح ما عندي اي مانع، بالعكس، مع ان انا لحنت له قبل يعني. طيب بس انت ما كررتش التعاون معاه، ليه بقى؟ انت لحنت له؟ نعم. وخلص التعاون كده صح؟ لا ما خلص، انما هي يعني مش باستمراري، مش باستمرار يعني. انما لو وجد النص ايضا ووجد النص المناسب يعني واللحن المناسب له حكرر التجربه اكيد. اوكي. السؤال الثاني، ثنائيتك مع الامير بدر بن عبد المحسن والامير عبد الرحمن بن مساعد، تكرر اي واحد؟ يعني انا ممكن ما كانت ثنائيه بمعنى ثنائيه مع الامير بدر بقدر ما كانت مع الامير عبد الرحمن بن مساعد. فاكرر تجربتي مع الامير عبد الرحمن بشكل كبير يعني. نعم. اذا شكرا. والله يعني الاسئله اللي احنا فاكرينها فيها احراج كانت بسيطه قوي وجاوبت عليها. خلينا ناخد اتصال جديد. تفضلي. يلا مين معانا؟ مساء الخير. السلام عليكم. صباح الخير. السلام. اهلا اهلا، رمضان كريم. اسم الكريم. علينا وعليكم ان شاء الله. فهد عويضه من المدينه المنوره. اهلا يا فهد. اهلا باهل المدينه المنوره. اهلا وسهلا. يلا يا فهد، جاهز للسؤال؟ جاهز ان شاء الله. الضيف ما يقصر كمان ابو ساره. ابشر ابشر. والله مش مقصر باي شيء. يلا. السؤال هو، أمير وشاعر كتب كلمات أغنية طويلة يا دروب العاشقين التي لحنها ضيفنا عباد الجوهر؟ عبد الرحمن بن مساعد، خالد الفيصل، بدر بن عبد المحسن؟ ها يلا يا فهد. ها يا فنان. ها أي رقم؟ هو السؤال الحقيقة فيه ظلم للمتصل بصراحة يعني. ليه بقى؟ لأنه ولا واحد من دول اللي كتب الأغنية. طيب يبقى في يبقى أنا أتحمل الخطأ. طب نغير له السؤال بس مين كتب طويلة يا دروب العاشقين؟ أنا لحنتها للفنان طلال عام 76، وكانت من كلمات الأستاذ لطفي زيني رحمة الله عليه. الله يرحمه للسلام. نعم. يلا ناخذ سؤال ثاني. احنا بنخسر ال 1500. السؤال هو، في أي دولة عربية قدم ضيفنا عباد الجوهر حفلا بعنوان ليلة عود في 24 فبراير الماضي؟ في البحرين، في قطر، أو مصر؟ ها هذا السؤال صحيح يا ابو ساره صح؟ صحيح.
اي حمام. ايش رايك في الاجابه؟ ايه البحرين رقم واحد. بالبحرين صح. برافو 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 بالبحرين. ومبروك مبروك ال 1500 ريال سعودي مبروك. وخليك معانا خليك معانا عشان طيب. كمان تجاوب على سؤال من بين العشر اسئله المتعلقه بهويتك. نشوف الاسئله وتختار الرقم. اي رقم تختار؟ طيب اختار رقم سبعه. سبعه. هل دخلت مجال تصميم الازياء قبل فتره؟ الجواب هو لا. لا. شكرا لاتصالك. رمضان كريم. وطبعا بدي اذكر كل المشاهدين انه يعملوا مسح للكيو ار كود اللي بيظهر على الشاشه عشان كمان يعني يشتركوا بالسحب اللي حيتم في اخر الحلقه على 15000 ريال سعودي. ابو ساره. ايوه. هنروح بقى معك على فقره عنوانها اختياراتي. تمام. هسمي لك كل مرة اسم فنان أو فنانة ويا ريت أعرف منك أكثر أغنية تحبها له. جاهز؟ يا لو كنت أعرف لا تعرف. تعرف أكيد حتعرف. يلا نبدأ. محمد عبده أي أكثر أغنية بتحبها؟ ما في داعي. خالد عبد الرحمن. تذكار. تذكار من القديم. رابح صقر. ابد يعني عشان الحاني بس. حلو. عبد المجيد عبد الله. انتحر شخصيته. راشد الماجد. شرطان الذهب. بتحب القديم. ايه. احلام. احلام إلا ما يطير العنب. إلا ما يطير العنب. إيه. حامد عنه يقول. إيه. قول عني ما تقول. أيوة قول. أيوة. عني ما كمان تقول. القديمة. نوال الكويتية. مثل النسيان. أوكي. أغنية صح. مثل النسيان. أو مثل النسيم صح. مثل النسيم. مثل النسيم. والله اختياراتك يعني أكثر رايحة إلى القديمة. قديمة. إلى الجديد. طيب أبو سارة كمان في اتصال جديد معنا ناخده لو سمحت. مساء الخير. رمضان كريم. مين معنا؟ أهلين وعليكم. معكم زياد. أهلا يا زياد. سهل. من وين يا زياد؟ من الخرج. من الخرج. أهلا وسهلا فيك. يلا فيك. هنبدأ وحقول لك السؤال وطبعا أبو سارة حيساعد. السؤال هو هلا. في أي مدينة أقيم في سبتمبر الماضي مهرجان لحن المملكة الذي شارك فيه ضيفنا عبادي الجوهر؟ العلا، أبها، أم جدة؟ ها تفتكر وين؟ جدة. برافو من غير مساعدة. وطبعا أبو سارة انبسط هو من مواليد جدة طبعا. برافو برافو ربحت معنا 1500 ريال سعودي. مبروك مبروك. الله يبارك فيك. يلا ننتقل للعشر أسئلة الخاصة بهويتي. هتختار أي سؤال؟ إيش رأيك نختار تسعة؟ سمون أبو سارة. أبو سارة يقول لك تسعة. نختار تسعة. يلا نختار تسعة. هل أنت خليجية؟ لا لست خليجية. شكرا شكرا لاتصالك. يعني ليسأل إذا كنت خليجية يعني أنا أتقنت شوي اللهجة شوي صح يا أبو سارة؟ شوي قليل يعني. قليل إيه. قليل. طيب حنحاول. عندك شك؟ طيب ابتدى بين لهجتين عندي شك يعني. ايه هما؟ المصرية واللبنانية. اوكي. طيب
بس خليني أذكر المشاهدين بالكيو آر كود ظاهر على الشاشة لفرصة فوز بمبلغ 15,000 ريال سعودي في حال عرفوا هويتي. أبو سارة هرجع لك بفقرة عنوانها فرضيات، هتكلم بين المصري واللبناني طالما أن دول اللي شاكك فيهم. طيب لو لحنت بتفضل تختار يغني لحنك ماجد المهندس أم حسين الجسمي؟ ماجد المهندس. لو رح تعمل ديو ما تبي تعرف السبب ولا بس أقول نعم. اسم يعني ما تبي السبب؟ أنا أبغى الأسباب كلها. لا يمكن أنا اخترت ماجد، يمكن يعني أوكي. يمكن الألوان متقاربة يعني، حسين يمكن لون مختلف شوية. إحنا هنرجع لهم. تفضلي. ممكن تقول لي التفاصيل، ما في مشكلة. لو رح تعمل ديو بتختار أميمة طالب أو داليا مبارك كشريكة؟ والله هم الاثنين أحلى من بعض، لكن أنا عملت دوت واحد مع مدام ورد الجزارية الله يرحمها. صحيح. و يعني أعتقد إنه كافي. يبقى ما مش عايز تعمل أي ديو مع أي صوت نسائي حتى من الجيل اللي سبق يعني. لا لا لا، مو مسألة إني ما أبغى، بالعكس لو وجد عمل يعني، بس أنا أقول لك إن أنا عملت أهم ديو يعني عملته مع مدام وردة. طبعا الله يرحمها. طيب لو حابب تمضية بعض الوقت مع نجم خليجي بتختار عبد الله رويشد أو نبيل شعيب؟ عبد الله رويشد. الله يشفيه إن شاء الله. تحية تحية لأبو خالد. لو حابب تقدم ديو سعودي وطني هل بيكون مع محمد عبده أو عبد المجيد عبد الله؟ عبد المجيد عبد الله. شوف السرعة بالرد، شوف السرعة بالرد، على طول واضح وصريح. إذا أردت أن تحيي حفلا عربيا تختار نانسي عجرم أو أنغام كشريكة فيه؟ أنغام. أنغام. إذا أردت أن تقدم أغنية قد الحروف بتوليفة مختلفة تقدمها بصوت أصالة نصري أو من؟ لا هي قدمتها كأفضل ما يمكن الحقيقة يعني. من الظلم انه يغنيها احد ثاني. اي بس لو 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 كان حد ثاني. شوف ابو وديع كان عينه علي وانت عارف. اي حبيبي ابو وديع. اي يا ريت والله اسمعها بصوته. حلو تمام. يبقى اخذنا كل الاجابات مع شويه تفاصيل، نروح على اتصال معك يا ابو ساره ونشوف مين معنا. مساء الخير. مساء النور. رمضان كريم، مين معنا؟ علينا وعليكم. مين معنا؟ الاسم. اسمي رشيد الحربي. رشيد الحربي. رشيد الحربي، أهلا وسهلا. من وين يا رشيد؟ من الرياض. من الرياض، أهلا وسهلا فيك. يلا جاهز للسؤال؟ طبعا جاهز. طبعا. يلا السؤال هو أي من هذه الأغنيات ليست من أغنيات ضيفنا عبادي الجوهر؟ أنا مسافر، سر حبي، يا سيدي بدري. أوكي أنا كنت أختبر بس الفنان، أتوقع أنها سر حبي. أتوقع؟ طبعاً طبعاً صح. برافو برافو، ربحت معنا 1500 ريال سعودي. مبروك مبروك مبروك، تستاهل. يلا ننتقل إلى الأسئلة. لغاية دلوقتي أستاذ عبادي لسه ما يعني ما حسمت الهوية. حاول تسأل سؤال نعرف بس مين. يلا منى يلا ايش تفضل أبو سارة؟ توتر أبو سارة توتر. يا بدنا نشوف. يلا يا رشيد يلا أبو سارة أي سؤال تفضل أنت. ناخذ 4، ايش رايك؟ طيب هل قدمت اي برنامج على قناه خليجيه؟ نعم. هل قدمت اكثر من برنامج على قناه خليجيه؟ طبعا طبعا طبعا. شوف انا راح اعطيك الجواب من عندي على رقم 8.
تفتكر جوابي ايه يا ابو ساره حيكون؟ هل اجيد التحدث باللغه الايطاليه؟ ايه رايك يا ابو ساره؟ لا؟ لا. ما كومينو ما كويستا ونا دوماندا كيو كونوسكو كومي ريسبوندري. يا ابو ساره اتكلم الايطاليه. سي نعم. شكرا يا رشيد. يلا هذه معلومة لازم شوية تسهل يعني. هذه يمكن تساعدنا شوية. أيوة لازم تساعدنا شوية. طيب بعد كل هالمعطيات عن هويتي لسه شوية يعني أبو سارة ما عرف أنا مين، لكن ابتدى يمكن يشك. خلال الفاصل فرصة أخيرة لمشاهدينا لمسح كيو آر كود الظاهر على الشاشة والحصول على فرصة فوز بمبلغ 15,000 ريال سعودي بحال عرفتوا هويتي. فاصل ونرجع لكم مع ضيفنا اخطبوط العود عبادي الجوهر. عينك على مين؟ اسمك بحرف الواو؟ لا. ها نفس ستارة ولا شو؟ والله يا ريت نفتح الستارة نشوف. يلا نفتح الستارة. كل سنة. أنا بعرف إنه أبو سارة ما بينسى أصدقائه. مساء الخير. كل سنة. مساء الخير أبو سارة، رمضان كريم. كل سنة وأنت طيب. يعني أنا بعرف أنت تحب أصدقائك. أنا قلت لهم أول حرف جيم وآخره دال ضحكوا. حبيبتي أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا. أبو سارة أول شيء أنا سعيد كثير خليك انت ضيفي. يعني تجربة العالم الافتراضي بعيدة كثير عنك وعني، انت بتعرف احنا بس على فكرة ترى انا عرفت من ان انا يعني شكيت 90% وقلت لهم هنا انه اول حرف جيم واخره دال، ضحكوا ما قالوا لي لا ايوه ولا لا. اخره دال لانه بعيد. ايه دال. ايه. يعني الاسم والاسم العائلي كمان. اهلا وسهلا فيك. يعني انا بدي عايدك. كل سنة وانت طيبة إن شاء الله يا رب. صرنا فيس. كانت صعبة؟ كيف الإحساس إنك عم تحكي مع حدا افتراضي ما هو موجود؟ هو أنا كنت أحكي لكن في نبرة كده بالصوت، في يعني ناس ما أنسى نبرات صوتهم يعني، فكنت شاكك بس هو كان موضوع جميل إنك أنت تتحدث مع شخص افتراضي. هلا أنا تكلمت شوي يعني بين الخليجي شوي، أكيد واضح انه انا افتعل اللهجه. اي طبعا انا بس شكيت يعني. اكثر شيء لما قلت لي اتكلم ايطالي لان تذكرت ان انا ما سويت حتى معك لقاء في افيتزانو في ايطاليا. صحيح نحن جمعتنا لقاءات كثير مع ابو ساره، ودائما دائما اللقاءات كانت تترك صدى عند الجمهور صراحه، وصدى عندي انا كمان الحمد يعني لله. خلينا نحكي شوي عن يعني مش بس على ال ليك شو عم بيصير فيي كان يا ابو ساره؟ ليك شوف اللي صار. ترى نحن كمان كل هذا كل هيدا طبعا باسم، انت بتعرف باسم كريستو يعني من المخرجين يلي ما بيعرفوا المستحيل، دائما بنقي الاشياء الصعبه. اي أيوة متجدد دائما. اي أيوة ونقى اصعب شيء لينفذوا معنا. يعني محب. أبو سارة أنا سؤل عني 10 أسئلة حتى نوصل لهويتي. هلأ رح نقلب الأدوار، في 10 أسئلة رح أطرحهم عليك. تمام. أوكي رح نلتزم فيهم.
إذا أنت جاهز نبدأ. جاهز. يلا. هل يمكن أن تحيي حفلات شهرية في مسرح عبديات بعد افتتاحه بجدة؟ ليش لا؟ تمام. حلو. حبيت فيكم تعملوا حبيت مع القلوب. هل ممكن تتفرغ يوما ما فقط للتلحين وتتوقف عن الغناء؟ تخطر ببالك هيدي الفكرة؟ أيوة، لأنها مرت على كثير من الفنانين إنه الغناء ممكن بأي سبب من الأسباب ممكن تتوقف عن الغناء، ولكن التلحين ممكن تستمر فيه. فوارد. وارد. السؤال الثالث، هل هناك أغنية سمعتها بصوت فنان آخر وتمنيت أن تكون لك؟ نعم. أي أغنية؟ ليلة تمرين للأستاذ طلال. حسيت كل أرشيف أستاذ طلال كنت رح تحب تغني. لا بس هذه بالتحديد يعني. كمان ليه ليها قصة شيء؟ لا يعني كنت معجب كثير بكلماتها، هي كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن وألحان الأستاذ طلال. وكانت تلامسني كثير يعني. حلو. السؤال الرابع، هل من شاعر تمنيت أن تلحن إحدى قصائده لكن ذلك لم يحصل؟ الدكتور غازي القصيب رحمة الله عليه. تمام. هل هناك أغنية لحنتها لفنان لكنها لم تحقق النجاح الذي كنت تتوقعه؟ شوفي أنا ما لحنت إلا يعني قليل جدا لفنانين، يعني لحنت الأستاذ طلال مرتين، ويمكن الأولى ما انتشرت لكن الثانية كانت أفضل، اللي هي عضة الإبهام. قدمت لأصالة عد الحروف. صح. قدمت لرابح أغنية أبد يعني يتيمة أبد يعني. أي نعم. أي. لكن كل اللي قدمته يعني الحقيقة لقى نجاح طيب بالنسبة لي. وأتمنى تكرار هذه التجربة أيضا. رقم 6، هل ترى أن الأغنية السعودية هي في مقدمة الأغاني العربية حاليا؟ شوفي الأغنية السعودية خلينا نقول في مصاف الأغاني المتقدمة. لذلك حتتلاقي فيه كثير جدا من مطربين ومطربات عرب غنوا الأغنية السعودية ألحانا وكلاما. هذا يعني أنها أغنية جيدة، وما زالت الأغنية السعودية محافظة على الكلمة الجيدة وعلى الجملة اللحنية المحلية. تمام. نحن رح ناخذ الباقي الأسئلة نعم أم لا لنرجع لتفاصيلهم، يعني حنعتمد السؤال الأجوبة بكلمة واحدة. 7، هل يزعجك سؤال في معظم مقابلاتك عن فنان العرب محمد عبده؟ لا. لا ولا عن أي فنان آخر يعني. أوكي. تمام. 8، هل كان حفل تكريمك في الرياض قبل 4 سنوات على قد توقعاتك؟ الحقيقة كان أكثر من توقعاتي، وهذا يعني يحسب للترفيه الحقيقة وعلى رأسهم معالي المستشار التركي آل الشيخ. نعم. تمام. نعم. هل ستقبل يوما بالحصول على أجر لقاء تلحينك أغنية لفنان؟ أنت ما بتقبل أجر للحن. صحيح، أنا كل الألحان اللي سويتها من غير يعني إهداء مقابل يعني. ولكن لو صرت ملحن يعني متخصص يعني فأكيد يعني. إيه. ما أنت ملحن متخصص يعني. لا متخصص يعني ألحن للغير يعني. جواب على سؤالك الأولاني يعني تفرغ. تفرغ يعني. نعم. هل أنت راض تماما على كل رصيدك الغنائي الذي يتجاوز 600 أغنية؟ 80%. 80. نعم. يعني نعم. تمام. رح ارجع معك للسؤال رقم 3 يلي هو انه قلت انه هل هناك اغنية سمعتها بصوت فنان اخر تمنيت انها تكون لك؟ سميت اغنية الراحل كبير طلال مدح. نعم. على ذكر الالحان يلي ممكن تحبها او تسمعها باخر 5 سنوات ابو سارة، مين الملحن او اي لحن قلت انه حقيقة علامة فارقة بال5 سنوات الاخيرة تقريبا؟ صار في تحول كمان بالفن. هو مش لحن، هو ملحن. ملحن. خلينا اقول يعني الحقيقة. هو سهم. سهم. الحقيقة متجدد. كل ألحان يعني. حقيقة يعني نوع خلينا نقول مختلف.
متجدد في 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 جمله في في تعطيه تفاعيله في التفاصيل الجميله للكلمه، يعني يعطي الكلمه حقها. فبدل ما اقول لحن اقول ملحن. اكثر عمل لساهم بتحبوه؟ والله كثير، يعني انا يمكن شاركت في اوبريت وكان لي لوحه غنيتها من الحانه واحبها كثير، يعني عن 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 الزمن القديم وعن اجدادنا وكذا. كان اوبريت يتكلم عن تاريخ المملكه العربيه السعوديه، فكان كنت انا غنيت لوحه فقط بالعود، كانت من اجمل ما غنيتها. طيب حروح على السؤال رقم 7 اللي هي: هل يزعجك سؤالك في معظم مقابلاتك عن فنان العرب محمد عبده؟ قلت لا، ولا حتى عن اي فنان اخر. على الانترنت تعرف ابو ساره اوقات تجتزأ بعض الحوارات، ولكن منشوفها انها موجوده. لما قلت انه بحديث انه انا لن، بما معني انه ما بتغني من الحان محمد عبده الا اذا هو غني لك من الحانك، وتعاطيت الصحافه وبعض الجمهور بهيدا الموضوع على انه حقيقه هيك. كيف علاقتكم؟ هو الموضوع ما كان كذا اصلا، بس طيب. هو يعني تداولوا الناس بهذا الشكل يعني. طيب شو كيف علاقتك مع ابو نوره؟ جيده. انتوا اصدقاء ام زملاء بالفن؟ يعني احنا علاقتنا جيده من فتره طويله، وما في بيني وبينه شيء يعني اصلا. ونلتقي دائما، وخاصه في المناسبات اذا كان في مناسبه نلتقي فيها. فما في اي، ولكن موضوع الالحان هي كانت فكره جات في 2000 اعتقد و6 او نعم. 2005 كمان. كان جمعنا شاعر انه ليش ما تغني من الحان بعض يعني. ووافقنا الاثنين، وبعدين الفكره يمكن يعني راحت حصلت ظروف لي انا يعني شخصيا. ما تنفذت الفكره، ولكن ما زالت قائمه يعني بالنسبه لي على الاقل. يعني مين ممكن يحركها، انت ام ابو نوره؟ لا، هو لابد يكون في شاعر يحركها يعني. بدنا شخص ثالث يعني. أقصد لا، نص يحركها. لانه النص اللي كان انا عامله كنت غنيته انا بعدين. كان يعني اي نص؟ كان الجرح ارحم. الجرح ارحم. نعم. طيب خلينا نشوف فيديو نحضره سوا ونرجع. من يطربك كعازف عود اكثر، عباد الجوهر ولا رابح صقر؟ لا دا ولا دا. ليش؟ عمر كدرس. ما بدك تعلق على الفيديو؟ لا، هذا رأيي يعني. أنا ما أعقب على آراء الآخرين. يعني كل الناس لهم آراء ولهم أذواق. سواء بالنسبة للمطربين أو للملحنين أو للعازفين، مش ممكن كل الناس يتفقوا على شخص واحد يعني. بس الناس كلها متفقة على مهارتك على العود. أيوة، يمكن لأنه هو أستاذ عمر كدرس، فسمعوا أكثر طبعاً. طبعاً. هو يعني سمعوا كثير يعني أكثر مما سمعني أنا يمكن. عشان كذا متأثر بي يعني. ما زل دبلوماسي وهدوءك يتكم بكل. لا والله صحيح. ركيل. والله أجابك بصراحة. كما عرفتك من أول مقابلة إلى اليوم هذا. والله أجابك بصدق، والله صدق. بس أنت صادق يعني، بتوصل المعلومة. شوف الجمهور. شوفي هذا بيرحمك. لا شوفي أقول لك على حاجة بس. شوفي هذا لا يلغي اي راي اي فنان كان. لا يلغي انه عباد الجوهر عازف عود ماهر، سواء قال فلان او قال علان يعني. هذا لا يلغي ابدا يعني. انا شاركت في مهرجانات كثير واخذت جوائز كثير. صحيح صحيح. هذا لا راي شخص لا يلغي، سواء كان هذا الشخص فنان او غير فنان يعني. في اراء كثير لو سالتيهم هيقول لك عبادي نعم فنان عازف عود ماهر. هذا يعني انما راي ما اعتقد انه يؤثر يعني. وزي ما قلت لك يمكن هو ما سمعني بشكل يعني قد ما سمع استاذه الاستاذ عمر كدرس رحمه الله عليه يعني. نعم. طيب خلينا ننتقل الى فيديو اخر رح نشوفه سوا هلا. بتصور رح يكون عندك ذكريات فيه، ورح تشوف ما بعرف الفوارق او الاشياء المشتركه فيهم. تمام. هما فيديوهين حنشوفهم ورا بعض. طيب تفضلوا. Thank you.
لو بتحسب صح هتقلي كم سنة في بين كان وبين كان كانت في 94 وهذه حفلة في 24 يعني فرق 20 سنة تقريبا يعني 20 سنة شو اختلف 30 سنة لا 30 سنه من 93 صحيح او من 94 لا ال 24 تقريبا 30 سنه 30 سنه شو اختلف فيك اكيد اختلف في اشياء كثيره في 30 سنه لابد يكون اختلف فنيا اول شيء خلينا نحكي فنيا لا فنيا لا فنيا يمكن نضجت اكثر يمكن نضجت اكثر باختياراتك ام بارائك في اختياراتي في ألحاني في الفترة هذيك 94 كانت يعني فترة ما كان فيها سوشيال ميديا ولا كان فيها كنا نعتمد على الحفلات الخارجية بالتحديد يعني كنا نعمل في زي الحفلة هذه في كان كنا نعمل في باريس في صحيح كانت يعني كان في مجهود كبير انك انت تكون متواجد دائما في الساحة الفنية ممكن الآن ما تحتاج هذا المجهود الحمد لله أصبح احنا الآن عندنا المسارح وعندنا الحفلات الكثيرة وأصبح الاهتمام الكبير بالأغنية وبالموسيقى والغناء صحيح فإنما كفنان يمكن نضجت أكثر قلت لك من ناحية اختيار الكلمة من ناحية اختياري لتلحين نص معين بالأول كنت تجامل في بداية حياتي هذا جمال. كل فنان غنى في بداية حياته لابد من المجاملة عشان توصل يعني بس مجاملة في حدود أيضا يعني ما بدي أقول لك إنها مجاملة كبيرة ولكن في حدود في حدود طبعا شهدت على تحولات للأغنية السعودية ما في شك 50 سنة تقريبا بالفن كيف بتشوف الأغنية السعودية اليوم وهل اليوم هي بمرحلتها الأجمل يعني إذا بتطلع على مراحل مرقت بمراحل عديدة أي مرحلة هي الأجمل للأغنية السعودية بالتحديد مش الخليجية؟ يعني بفترة خلينا نقول الخمسينات والستينات كانت النوعية نوعية الغناء أو نوعية ما يغنى كان الشعر مثلا المباشر في فترة السبعينات بدأ النص الغنائي يختلف أصبح في صورة شعرية أصبح في رمزية في رمزية أصبح في مع ظهور شعراء طبعا يعني مش نفسهم الشعراء شعراء ظهروا مع فنانين أيضا ظهروا يمكن يعني الاثنين مع بعض شعراء ومطربين وملحنين كونوا أغنية سعودية حديثة خلينا نسميها يعني وما زالت إلى اليوم أنا أتصور أن الأغنية السعودية إلى الآن في حالة جيدة إيقاعاتها الخاصة وفي خصوصية للإيقاعات الأغنية السعودية بالتحديد حافظت على كل هذه الإيقاعات أم اتجهت إلى أكثر إيقاعات يعني شوي مطلوبة نوعا ما بالريتم الحياة السريعة أو الشبابية خلنا نقول لأنه ما لم تتطرق إلى التجارة يعني الأغنية السعودية لم تذهب إلى الإيقاع التجاري والهيدا بعدها محافظة على صورها على كلامها على المشهدية اللي فيها وألحانها الجميلة تأثرت الإيقاعات فيها؟ شوفي يعني الأغنية السعودية لها هوية من ضمن هذه الهوية الإيقاعات صحيح إحنا عندنا موروث كبير جدا تراث كبير جدا من الإيقاعات في المملكة العربية السعودية يمكن ما استخدمنا يمكن 20% يمكن يعني اللي استخدمناه لكن في بعض الشباب الآن يعني الآن في محاولة منهم أو تصور منهم إنه التجديد بعيد عن هذه الإيقاعات وبعيد عن هوية الأغنية أنا ضد هذا وقلت هذا الكلام قبل كده لابد عشان نكون مجددين على الأقل إذا هم شباب عندهم أفكار ومجددين لابد تكون ضمن إطار الإيقاعات السعودية والجملة السعودية المحلية نعم أبو سارة بدي تشوف فيديو حيوجعك قلبك عليه ليه بس؟
حتشوف، انا وجعني قلبي، حنشوف. يلا كبير لي وقفتي هذه، الف شكر لك، وكل عام وانتم بخير، وكل عام وديرتنا بخير، والله يديم علينا نعمة الأمن والأمان يا رب. أبيع أبيع لأجلك باقي الناس واشري وتصير وحدك. ما وجعك قلبك على المشهد؟ إلا طبعا هذا ساعة سقوط العود يعني، وهذا العود أظن هذا اللي أخذتيه في برنامج أنت. أظن مش ناسيلي. لا طبعا طبعا لا. يا أنت بتعرف شو صار؟ رح نخبر القصة، لأنه من 16 سنة ما نسالي القصة. أخذت له عوده على الهوى ببرنامج كنا ببيروت. نعم. وقامت الدنيا. طبعا الجمهور السعودي بيعرف، وجمهور الخليجي بيعرف أهمية العود عند عبادي، يعني حد من أفراد عائلته. كنا ببرنامج نحن والمخرج باسم كريستو. نعم. بكلمة. نعم. فصل، وبآخر فقرة لازم يكشف الضيف كان أبو سارة عن ورقة سرية نحن كاتبين عليها وهو ما بيعرف شو فيها. طبعا لأنه كلمته كلمة، هو عنيد. صح؟ أنت عنيد. صحيح. قال لي أنا لا أتراجع وبفتح الورقة السرية. قلت له بلكي كلفتك. قال لي أبدا أنا لا أرجع بكلمتي. أنا عقليتي كمان كانوا صغار بوقتها، هلأ نضجنا. قلت له أنا كمان ما برجع. برمنا الورقة وإذ يتخلى عن عوده ويتركه لألنا. أنت زعلت طبعا، بس بوقتها بتتذكر ايه؟ شو قلت لي؟ قال لي خلص أنا ما أتراجع ومبروك عليكم، إحنا انبسطنا. وقال ولكن، بس رفع إيده وقال ولكن، أنا قلت تورطنا خلص صار في مشكلة. شو الولكن؟ كانت انه لو حتحطوه في الشركه في مكان يليق بي، صح، او تنزلوه في مزاد خيري. انا ما عندي مانع. ولا احد يلمسه، ولا احد يعزف عليه، ولا ولا ولا. اقول لك ليش اصلا؟ انا صرت بدي رد له العود، انه كل هيدا مهم. اخذنا العود وفعلا تركت لنا العود. يا ليله اللي ما نمت انا، اخذته معي على البيت لعلمك، تركته بالاستوديو. تاني يوم الصبح قالوا باسم بدي رد العود لأستاذ عبادي. طبعا باسم رفض لأنه كريدبل، ما في، نحن مصداقيتنا مع الجمهور، كيف بدنا نرد العود وتخلى عنه عنا. حملت العود، دقيت لأستاذ عبادي، قلت له جايين نقول لك باي قبل ما تسافر على السعودية، وحملت العود. طبعا ضحكته، انبسط. قلت له ما رح نقدر نحافظ على العود قد ما أنت رح تحبه وتحافظ عليه. فعلا أنا أول مرة بكشف للجمهور. تعرف الجمهور على فكرة جمهورك راقي بشكل مش طبيعي. حتى لما نجرح الجمهور أنه سلبنا عوده، وعوده شيء عظيم يعني. وكل أنا دائما أقول كل جمهور أو كل فنان شبه جمهوره يعني. إيه طبعا طبعا، مشان هيك ما جايب عوده اليوم، لأنه رمضان. لأنه رمضان. بس لو عرف إني أنا موجودة ما حيجيب عوده، هيعرف. هو انت عارفه ليش انا يعني اعوادي انا مش اشتريها يعني، اعوادي اصنعها. تنعمل. ايه تنعمل مخصوص. وكل واحد له ميزه، وكل واحد له مجموعه كبيره لها اسماء يعني. صح. بعضها باسمي وبعضها باسماء بناتي، وواحد باسم حفيدي، وواحد يعني عليها حروف فكل واحد له ذكريات. بعضها ذكريات ألبومات، ذكريات حفلات. زي الحفلة اللي شفناها من شوية. هذا العود ما زال موجود عندي إلى الآن طبعا. اللي سقط انكسر؟ لا لا، اللي كان في حفلة كان. اللي كان بحفلة كان. أوكي. لا اللي انكسر ما طاح، انكسر هو الحقيقة يعني، ما صار له شيء، موجود شي. عندي. انكسر قلبك بس. إيه خفت. بدي أذكر كمينة شغلي. شو قصة الساعات أنت والراحل طلال مداح الله يرحمه؟ رحمة الله عليه. ابدا ما بيعرفوا، كثير عالم ما بيعرفوا عن هالقصه. هي كانت اتفاق يعني. ايه. بيني وبينه وبين الاستاذ لطفي زيني. احنا كنا الثلاثه يعني مرتبطين ببعض يعني. طبعا. فاقترح مره علينا انه اذا واحد فينا شاف ساعه الثاني عجبته ياخذها ويعطي له ساعته يعني. يعني لو عجبته ساعتي تبادل بالساعات، انا ادي له ساعتي وهو الساعه اللي لابسها يعطيني اياها يعني. صح.
فاتفقنا على كده. بس كنت لما تتلاقى باستاذ طلال شو تعملوا؟ تخبوا ساعاتكم ورا ظهركم؟ لا 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 ابدا. عشان اللي يخسر الساعة الأكبر يكون هو الخسران. لا 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 هي مو كذا، لا كنا طبيعي يعني. أيه. إذا شاف ساعة أو أنا شفت ساعة حلوة عجبتني. في عندك ساعة من عند طلال؟ عندي معك؟ عندي تحتفظ فيها؟ عندي تعني لك؟ إي طبعا. وعندي عوده كمان. علاقتك باستاذ بس طلال بس بس أيه. ما كملت لك ال إيه كمل لك. استاذ طلال دمه كان خفيف على فكره، صح، واحنا زي ما قلت لك كان بيننا يعني عشره كبيره يعني. فكلنا كنا نلبس ساعات حلوه يعني. فيشوف ساعه يقول لي فسخ الساعه، فسخ الساعه وهو يديني ساعته، ساعته قيمه برضه. فاستمر الموضوع هذا شويه يعني. بعدين لاحظت انه انا ولطفي انه يشوف يعني يقول فسخ الساعه، يشوف ساعاتنا فسخ ساعة متواضعة يعني اللي في يده. ايه. أتري بعدين راح اشترى 10-15 ساعة متواضعة يعني، وياخذ ساعاتنا يعني. تبطلنا الحكاية يعني. كشفتوا؟ ايه. أستاذ عبادي، طبعا علاقتك بطلال مداح تعتبر كأنه عائلة. ايه طبعا. وعلى ذكر العائلة، أنت لعبت دور الأب والأم مع أنك فقدت والدك بعمر 3 سنوات. نعم. كيف قدرت تلعب دور البي وانت ما كان عندك والد تتاثر بدوره بالحياه؟ يعني انت ربيت ساره ومي احسن تربيه. الحمد لله. واب يعني، كيف مين وصل لك صوره الاب؟ امي. الله يرحمها. لانها قامت بدور الاب والام. فعرفتني ما هو دور الاب من خلالها يعني. تعرف الموت او الفراق حرمك من كثير من اعز الناس يعني. صحيح. ابوك انت وعمرك 3 سنين، ووالدتك يمكن 17 او 18 سنه. نعم. باول طلعتك. صحيح. بعدين فقدت زوجتك وفقدت اخوك، كيف الله عوض عليك؟ بنعمه الصبر اولا. وان انا انسان مؤمن، وانه الله سبحانه وتعالى ما يعمل شيء وحش يعني، حتى وان كان في نظرنا هو وحش. ولكن الحكمه يعلمها هو يعني. اعطاني، يمكن اعطاني القوه وعوض علي بوجود بناتي، وجود حفيدي الان مالك. نعم مالك. فدائما ابدا يعني على كل شيء يحصل لي اقول الحمد لله. تعرف انه انا ابني اسمه مالك؟ والله انا بيقولوا لي ام مالك، وساره بيقولوا لي عم مالك، صح؟ مالك. مالك. شو بعيط لك مالك؟ جده؟ سيده. سيده؟ اهل الحجاز، لان بيقولوا سيده، صح؟ هو يقول لي انا سيده، ويقول لي ابو ابو جده. والله؟ ايه. بدي فرجيك فيديو. مساء الخير يا سيده، كيف حالك؟ ان شاء الله لقاء حقك يكون كويس. وحشتني كثير وحبك مره كثير. إن شاء الله ترجع جدة بالسلامة وأشوفك بكرة. رمضان كريم، كل سنة وأنت طيب. والله مفاجأة جميلة. مالك. إيه؟ عمره 10 سنين؟ 10 وشوية. إيه؟ 10 وشوية. إيه؟ شو بتحكي أنت وياه؟ أنت عندك عادي برمضان تاخده بعد الظهر تتمشى؟ بعد العصر. بعد العصر. إيه؟ شو بتحكوا؟ يعني في المواضيع اللي احنا فيها يعني، رايحين نشتري عصيرات، رايحين نشتري حلويات. هي. هو ايش يبغى، اي مكان اودي. نحكي عن الرياضه لانه هو رياضي، بيركب دراجات ناريه، بطل. اي بطل موتوسيكلات دراجات ناريه. وكيف بتشجعه انت جد وما بتخاف عليه؟ لا، الحامي ربنا سبحانه وتعالى. بس هو معاه والده، والده ايضا هو تبع جيت سكي وكذا، يعني يهتم به وينتبه له. مغامرات يعني كل وقت. أخذينه شركة رعاة، وأخذني غصبا عني، وداني فيينا عشان يعمل شو. يعني أشجعه أنا بهالطريقة يعني، أحاول إني أكون معاه يعني. الوحيد يمكن اللي بيخليك تعمل شيء غصب عنك هو مالك. إيه طبعا. لا أنت ما ترضى إلا الشيء اللي أنت بدك تعمله أنت بتعمله. صحيح. صحيح. سارة ومي كيف؟ تمام الحمد لله. تمام. بعد سارة الرايقة اللي بتحمل المسؤولية، ومي المجنونة شوي، مش مجنونة يعني، قصدي لا يعني الحركة. ايه ايه حيوية. ايه يعني ايه ايه. وكمان جاء مالك زيها. ك
كمان. الحمد لله. أهلا يخلي لك إياه هون. يا رب. رح نطلع فاصل. يلا. ونرجع نتابع معك. إن شاء الله. عينك على مين رجعين بعد في جايزة 15,000 ريال سعودي يا جماعة. على الهواء على SBC وعينك على مين بحضور الفنان الكبير عبادي الجوهر. وقبل ما نكشف عن الجائزة الأخيرة ما تنسوا تعملوا مسح للQR كود وتشتركوا لحتى تربحوا الجائزة الكبيرة بنهاية الحلقة. أبو سارة، ظاهر المفاجآت كثيرة من أول افتراضية. هلأ حنسمع رسالة صوتية أنا لا أعرف ولا أنت لا تعرف من من. هالمرة عن جد أنا ما معي خبر. تمام، خلينا نشوف. نشوف، يلا نسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحك بالخير أستاذي أبو سارة، كل عام أنت بخير وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال والعشر مباركة عليك. أنا والله سعيد جدا أني أعمل مداخلة معك. وصلت من السفر بالسيارة، ولكن الحقيقة تعرف متعود أني أنام بدري ولا عاد قدرت أقاوم الحقيقة، وأخاف أنام وأنا ما كلمتكم، فحبيت أرسل لك هالرسالة وأتمنى تكون بصحة وسلامة يا حبيبنا. وشكرا لك ودعواتي لك في التوفيق. تقبل تحياتي، محبك أبو نايف. والتحية طبعا أستاذ خالد عبد الرحمن، هو من قريب جدا لقلبي وصديق عزيز علي كثير جدا. ونوم العافية يا سيدي، ما تنام بدري، نوم العافية، ريتني زيك يعني. وكل سنة أنت طيب بمناسبة رمضان وبمناسبة قرب عيد الفطر المبارك إن شاء الله. الله يدعو علينا وعليك وعلى أخوان المسلمين بالصحة والعافية واليمن والبركات يا رب. أنا بحييك كثير كمان خالد، يعني التقينا كمان بأكثر من لقاء ببرامجنا. ليه ما بيجمعكم عمل؟ على فكرة جمهورك وجمهور خالد بيشبهوا بعض كثير. صح؟ إلى حد كبير، نعم. أي يعني في شريحة خلص عبادي عبادي. صحيح. شريحة خالد خالد. هيك. يعني ما أعرف، إحنا كثير من يعني ما تكون في مشاريع وبعدين ننشغل، مش بس أنا وخالد يعني، أنا وأكثر من فنان أو فنانة يعني. نلتقي وبعدين نتفق على مشروع وبعدين كل واحد ينشغل في حفلاته وفي ألبوماته وفي شغله. لكن الحقيقة أتمنى أنه يجمعني معاه عمل حقيقي يعني. أتمنى يكون من كلامه يغنيه هو من ألحاني. خلص حطينا الشرط يا خالد، بدك تكون مخاوي الليل بالكلام. أيوه. وبالغناء خالد عبد الرحمن. نعم. والملحن عبادي جورتك. فنان جميل. ممكن الحقيقة تغني من ألحانه؟ اي ليش لا؟ على فكرة أنا ما أعرف، أنا دائما يسألوني كثير هالسؤال، هل أنت ممكن تغني من ألحان غيرك؟ أنا غنيت لكثير جدا على فكرة يعني. صحيح أنا يمكن الأكثرية 90% ما غنيت من ألحاني. أكيد. لكن إذا وجد لحن عند أي فنان، عند أي ملحن يعني، لحن جيد ويتناسب معي بالعكس أتمنى يعني. أنت بتقصد ولا بدك حدا يعرض عليك؟ لا بده مين الملحن اللي تحب تغني له من الموجودين الان؟ ايه الحقيقه اللي غير سهم طبعا. ايه حكينا عن سهم. غير شبهي استاذ ناصر الصالح. استاذ ناصر. ايه نعم. من حي طبعا. نعم. حبيبي. من اجمل الالحان كمان. فنان جميل. نحن مواكبين العصر، بتواكب السوشيال ميديا الى حد كبير يعني؟ والله الى حد كبير. ايه والله انا افتكر بتقول الى حد قليل. لا الى حد كبير، لان الان اصبحت السوشيال ميديا. أي. هي المحرك يعني. أي. زمان كان عندنا الاذاعه والتلفزيون وبعدين الكليبات ومش عارف، انما الان لابد انك تواكب العصر وتتابع. في فنانين خسروا لما شاركوا بالسوشيال ميديا. لا المشاركه غلط. المتابعه غير والمشاركه غير. ان انا اتابع. بتراقب. انا اتابع. نعم. بتراقب غيرك؟ اي طبعا.
بتشوف حسابات مين مثلا؟ بدك تشوف عن مين؟ لا مش ما اتقصد اشوف حساب احد، ولكن يعني اذا طلع قدامي بشوف. لكني انا مثلا سنابي شويه يعني مع جمهوري في بعض الليالي اغني لهم في السناب شات. هيدا امنياتهم دائما بحبوك على العود يعني، وعم تصلون على بيوتهم يعني، هيدي شغله حلوه. انا اعتبرها انها هي وسيله تواصل يعني بيني وبين الجمهور. واحيانا اتلقى كثير من الكلمات الشعريه او الغنائيه. اخذت شيء نص ايه طبعاً من الجمهور؟ ولا اي طبعا. اي اغنيه ولا بعد ما يعني غنيت مثلا في اخر ميني البوم اغنيه بعنوان عندي سؤال، وهي جاتني من هي لشاعره ارسلت لي اياها عبر السناب، وانا اغني بعثوا لي رسائل والله اي فعجبتني يعني رديت عليها واخذت باقي النص منها. بتعرف حتعمل قلبين الليله بالسناب شات، كله حيبعت هلا شعر. لا كله هم كثير ما يعني ما يعني كثير اللي يبعثوا كلمات، لكن انا اقصد الشعر الجيد، الاغنيه الجيده، النص الغنائي الجيد. اي طبعا اكيد. اسمها دلال الشريف عشان ما انسى يعني. غنيت لها ونزلت الاغنيه اسمها عندي سؤال. اذا كان نص جيد انا ما عندي مانع اغني لمين ما كان. انا يهمني الكلمه يعني انها تكون كلمه جيده ونص رائع وجيد اغني. تمام. خلينا نروح على السوشيال ميديا، بدي منك تختار. تفضلي. يلا خلينا نشوف، عندك تيك توك، انستغرام او منصه اكس. في عندنا ثلاث اشياء لك، بدنا نكشف وحده، اي وحده بتروح على اي بدك غششك بس. لا. من بعد ما انت تختار. اكس. اكس؟ تفضل فرجونا شو في على اكس. ايش في؟ ايش حيكون يعني؟ يلا. ألف مليون مبروك فوز الهلال والوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية. تأتي للهلال أولاً. للهلال، الهلال متصدرة، متصدرة هلا. أيوة. وإيش إيش المشكلة؟ لا مش مشكلة، بالعكس أنا مبسوطة يعني إنه أنت معروف إنك أهلي. أنا أهلاوي لكني غير متعصب وعضو فخري بالأهلي. نعم. صح؟ لكني غير متعصب. وأحترم جداً 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 هذا النادي، نادي الهلال. وما يقدمه طبعاً من إدارة وفنيين ولاعبين. وفريق الحقيقة شرفنا كثير، هو وأندية أخرى يعني. ولكن مؤخرا إنه كان وصيف كأس العالم، هذا شيء كان مشرف، كان ثاني العالم يعني، كان بطل كأس آسيا. فأنا دائما أبارك على فكرة لأي فريق يعمل إنجاز. بتعرف بعد أسابيع الأهلي رح يواجه الهلال. أينا. الله يعينك على هاليوم. ليش؟ هتتابع طبعا بس حتكون معصب صح؟ لا 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 بالعكس. انا كيف بتحضر الفوتبول؟ لانك بتحضر بتركز. لا انا الماتش. انا المهم عندي اني استمتع بمباراه جميله. لازم نفهم انه الرياضه فيها غالب ومغلوب. صح. اذا اليوم انهزمت فانت بكره فائز. بس المهم في الموضوع انه تكون اديت اللي عليك. وهذا مو بس في الكوره، في كل الحياه، انت ادي اللي عليك. والمهم ايضا ان المشاهد يستمتع بمباراه جيده وجميله وفيها فنيات حلوه نستمتع بها كمشاهدين. لما بتلعب بلاي ستيشن فيفا شو بتختار، تكون اهلي ولا هلال ولا نصر؟ لا انا مش يعني. لا بتلعب بلاي ستيشن فيفا؟ احيانا احيانا يعني. متميز فيها ونمبر 1؟ لا مو لهالدرجه يعني. عن جد؟ انا هيك دائما العب بفرق اجنبيه، ما عشان تكون دائما هي الاقوى. والله؟ ليه ما عم نجيب اللاعبين الاجانب لعنا؟ صح؟ كيف بتشوف هيدا؟ باقي لما نكمل بعدين. بعد. كيف بتشوف قدوم اللاعبين الاجانب الى الفرق السعوديه؟ قد ايه رح تكون تاثيرها ايجابي على اللاعبين او على اللعبه بشكل عام؟ هي ما في شك لان في اهتمام كبير بالسعوديه بالرياضه. ما في شك انه تاثيرها ايجابي، لانه هذول نجوم كبار ونجوم عالميين. وعملوا لفت نظر ايضا للدوري السعودي، اصبح الدوري السعودي الان يشاهد في 100 قناه في كل مباراه في الدوري. نعم. والاسماء الموجوده اليوم هي اسماء كبيره جدا. ولها جماهيريه ولها شعبيه في كل انحاء العالم، وهذا لفت النظر لدورينا الحقيقه، واصبح من اقوى الدوريات في العالم العربي، وهذا شيء يعني يحسب لوزاره الرياضه.
صحيح. نعم. يعني النهضة عم بتصير على كل المستويات بالمملكة صراحة. نعم. رياضة، ثقافة، فنون. بالعودة للفنون، ضلينا على سنوات طويلة أبو سارة في سيطرة لجيلكم على الساحة السعودية، يعني على سنوات طويلة عبادي، محمد عبدو، عبد المجيد، راشد، خالد، رابح، في أسماء معينة موجودة. اليوم مع الانفتاح اللي صاير والاهتمام بالاحتفالات والحفلات، بلشنا نسمع بأصوات جديدة شباب. مين بتشوف مستقبل الأغنية السعودية بعد 20 سنة من هالأسماء الجديدة؟ هي المسألة ما هي قضية أسماء، يعني المواهب موجودة دائما. لكن هلأ الضوء عليها. أيوة. موجودة. وإذا ألقي الضوء عليها زي ما قلتي، هي المهم في الموضوع الاستمرارية، مش وجود موهبة. من فيهم يستطيع أن يستمر عشرات السنين في تقديم الجيد دائما للجمهور هو اللي حيكون. بس أنت كتخصص، أنت موسيقي بارع وفنان، يعني قادر يكون عندك نظرة بالأصوات الجديدة اللي تسمعها. لا ما فهمتيني. أصوات كلهم رائعة. أي بس كلها الاستمرارية ما حدا بيعرف. الاستمرارية هي القضية. الاختيارات ماذا تقدم للناس. الاختيارات في النص، الاختيارات في الألحان، الاستمرارية. مين فيهم حيستمر؟ أنا ما أقدر. أنا أقدر أقول لك أنهم كلهم مواهب، سواء مواهب شباب أو شابات، في مواهب كثيرة. أي. ولكن مين اللي يأخذ المسألة بشكل جدي زي ما أخذوه اللي قبله بشكل جدي وحفروا صخر وتعبوا وسافروا وعملوا، إذا أخذتها بشكل هو اللي حيستمر. إنما كمواهب موجودين كثير. طلبت من فترة بسعودة الفرقة الموسيقية، وكان أملك وحلمك أنه يكون في فرقة موسيقية كلها من السعوديين. يعني شو بيعطي للفنان السعودي أنه تكون في وراه فرقة سعودية؟ بيغير بجو، بيغير بشو، شو تأثيره على الفنان؟ لانه الفرقه الموسيقيه اللي موجوده اليوم كلها اساتذه وكلها كبار وكله عم يعطي الاحساس الحلو ومخلصين للايقاعات، يعني عم بيصير شغل جميل وحلو. اجاوبك باختصار. ايه؟ شديد جدا طبعا. ليش احنا في الحفلات بوجود الاساتذه اللي معانا معانا ايقاعين سعوديين؟ ليش؟ لانه ابن الايقاع في طعم، في هنك، في لون بالدم، يعني بيقدمه هو بتلقائية. لو الفرقة اللي اتفتح لها المجال وتعلمت وأصبحت في فرقة سعودية، حتكون زي هذول الإيقاعين في تقدمة العمل الفني. فهمت قصدي؟ فهمت قصدي. أكيد. أنت موسيقي بارع، لما يكون المطرب موسيقي مهم، هيدا الشيء بيشكل رياحة للفرقة أم قلق؟ لا طبعا رياحة. ليه؟ ما انت اذا لقطت نشاز حتقلب المود كله على الفرقة. لا 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 بالعكس. ليش انا ما يعني ريحة؟ ليه؟ لانه بيعرفوا انه انت يعني بقدر ما يكون الفن الفنان اللي مع الفرقة فاهم بيرتاحوا، بيعرف انه هو ما يخطئ، حافظ شغله كويس، حافظ اللي تعمل في البروفات. احنا بنعمل بروفات كثيرة احيانا، بروفات قليلة في بعض الاحيان. لما تكون بروفات قليله هم بيرتاحوا انه اللي معاهم فاهم، هذا الفنان فاهم طبعا ومقدر، فهذا بي 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 بيريحهم. في اشياء كثير يعني ما بدي احكيها، بس في اشياء كثير بقدر ما يكون الفنان فاهم بقدر ما يريح الفنان. ابو ساره بدي ارجع معك للافتراضي، حبيت انا التجربه. طيب. الصراحه طيب. نرجع للافتراضي. يلا. فكرة AI عنوانها سؤال خاص جدا، يعني عبادي الجوهر من 20 سنة سيطرح سؤال على عبادي الجوهر الحالي. شو رأيك؟ رح يكون سهل معك ولا حيكون من 20 سنة بس؟ اللي بدك أكثر؟ لا أنا أسأل بس. ممكن من 40 سنة لو عايز. ها؟ بس من 20 سنة كان يعني تقريبا وسط الفترة الزمنية اللي أنت فيها فنان، لأنه 50 خلينا نقسمها بيناتنا 25 سنة. تمام. ماشي. حنسمع شو هيسأل. مرحبا بك يا أبو سارة، أنا مرة مبسوط إني بكلمك،
ودي أعرف وأنت اليوم في سنة 2024 إيش أجمل حفلة قدمتها في آخر 24 سنة؟ آخر 24 سنة؟ أول شيء كيف شفته؟ أول من فين جايبينه يعني؟ ولا هو بيشبهك هيدا قبل؟ أدري 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 أنا ما كنت بشبه منى الافتراضي. أي صحيح تغيرها كليا بس هذا يعني إلى حد كبير يعني. طبعا لا شوفي صعب في 24 سنة إني أقول لك حفلة واحدة. يعني أي ذكريات ما بتروح من بالك بحفلة معين؟ يمكن حفلة تكريمي في الرياض مؤخرا كان له وقع أولا في نفسي كبير جدا. حسيت ب شوفي التكريم لما نيجي احنا تكرمنا كثير في كثير من الدول العربية ومشكورين ما قصروا معانا وكرمونا، لكن التكريم لما يجي من بلدك له طعم مختلف طبعا يعني. أكيد فيمكن هذه الحفلة لها مكانة عندي وهديتها أيضا يعني هم هدون العود الذهب أيضا له مكانة عندي وأنا من ساعتها ما عزفت عليه على فكرة أبدا محتفظ به بس يعني نعم لا ألمسه فيمكن هذه الحفلة يعني تستاهل التكريم أبو سارة. هلأ جا الوقت واللحظة اللي ناطرين الجمهور لنعرف مين الفائز ب 15,000 ريال سعودي. تمام يلا رح نبدا بالارقام. الكمبيوتر بيختار ابو ساره عشوائيا الارقام اللي عم نشوفها عم تقلب امامنا لنشوف على اي رمز او كود بلد حيتوقف ومين اللي عرف هويتي. يعني جربت قد ما فيه ضيعهم بس ما بعرف هنشوف. 9665 يعني من السعودية. تمام مبروك لمين؟ خلينا نشوف. 365 مبروك لمين؟ علا الجرمي مبروك يا علا مبروك 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 15,000 ريال سعودي مبروك لإلي ورمضان كريم وشكرا لأنه عرفت هويتك. يا يا ابو ساره دائما اللقاء معك حلو جميل ودائما تترك اثر طيب والناس مش يعني من فراغ بيحبوك وبيحترموك هيدا قبل كل شيء. انا بشكرك لانك اولا خضت تجربه العالم الافتراضي وباسم كريستو تبقى سهل علينا الافكار يرضى عليك واسمي فيه يعني عندها هيدي الرؤيه المتطوره والمتقدمه خليتنا نعيش هيدا اللقاء الجميل. انا بدي اشكرك وكنت سعيده وشرفتني اني انا اكون اليوم عم حاورك. انا والله سعيد ومبسوط جدا ولي الشرف الكبير الحقيقي ان تكون اللي حاورني اعلاميه كبيره وعزيزه واخت عزيزه جدا زي الاستاذ جمال حبيبي. احنا كان لنا لقاءات وكان برامج قبل كذا صحيح وانا سعيد اليوم ان تكوني انت الموجوده معي. شكرا شكرا ألف شكرا هذا تكريم لإلي كمان. خليك بكره رح تكونوا مع زميلي سلطان احضار الحلقه. لقلك ليه كمان مش بس كرمال سلطان كرمال الضيف. تمام لانه بعرف قد ايه بتهتم بنجوم الكره. بكره نجم الكره السعوديه يوسف السنيان. الى اللقاء من SBC عينك على مين تصبحوا على خير. We'll be right back.